أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حرص الدول العربية على إقامة علاقات متميزة مع الصين. وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال القمة العربية الصينية أن العلاقات العربية الصينية تقف على أرضية صلبة من المبادئ المشتركة، مشيرا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية خلال الوقت الحالي. لقد حظيت العلاقات العربية الصينية خلال العقدين الماضيين بأهمية خاصة ضمن أجندة الدبلوماسية العربية الجماعية، وصار الارتقاء بالعلاقات أحد البنود التي تعرض باستمرار على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية. كما يؤكد المجلس دوما على حرص الدول العربية على تعزيز تلك العلاقات مع الصين في مختلف المجالات. صحيح أن الدول العربية تتمتع فرادة بأفضل العلاقات مع الصين، إلا أن الجهد المبذول لتطوير العلاقات بشكل جماعي كما نفعل اليوم من خلال هذه القمة يأخذ العلاقات بين الجانبين إلى مستوى أبعد وأعمق. إن الصين تعد اليوم الشريك التجاري الأكبر للعالم العربي، ولا تقتصر العلاقات بين الجانبين على الاقتصاد والتجارة، بل هي تقف على قاعدة صلبة من التلاقي الثقافي والإنساني بين نظامين حضاريين يضرب كل منهما بجذوره في أعماق التاريخ.